وسلم تسليما كثيرا. أما كنا قد وقفنا بالأمس عند وفاة جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، وها هو يوصي ابنه أبا طالب أن يقتل ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام، وتلاحظون هنا أن عبد المطلب قد اختار أبا طالب مع أن عنده عدد كبير من الإخوة على رأسهم الحال إخوة أبي طالب. أبو طالب هو شقيق عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، أخوه من الأب والأم، وعادة أن الأخ الذي يكون شقيقا هو أقرب من الأخ الذي يكون عن طريق الأب فقط أو عن طريق الأم فقط، وإذا نجد أن عبد المطلب حرص أن يجعل أبا طالب هو الذي يكفل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يهتم به. وقد قلنا أيضا أن عبد المطلب توفي وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنين، وقلنا لكم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب من ألم لألم، وهذه من أصعب اللحظات على الطفل، للتو قد اعتاد على أمه فيفقدها، للتو قد اعتاد على جده فيفقده، وهكذا يمر الإنسان محطات مؤلمة هي تزيد في رصيد تربيته، والله عز وجل قد أعدها. أبو طالب كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما فاق حبه حب أولاده، وكان يفضله على أولاده، بل وصل به الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام معه في فراشه، وكان يذهب معه ويجيء، وإذا سافر أخذه معه، بل كان أبو طالب يشاهد أمرا غريبا عجيبا، إذا ما جاء الطعام يأكله أبناؤه إن لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام حاضرا فإنهم لا يشبعون، إذا أكلوا فرادا أو أكلوا سويا دون أن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقومون وهم جوعى، لكن إذا حضر معهم النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنهم يشعرون بالشبع، وهذا كان يلفت انتباه أبو طالب، أبو طالب يبدو متعجبا من هذا الأمر، وإذا كان يصر كثيرا إذا ما وضع الطعام يقول لا تأكلوا حتى يأتي ابن أخي محمد، فكان يرى هذه البركة لكن لا يجد لها تفسيرا. جرت حادثة غريبة عجيبة هذه المرة لأبي طالب، فقد خرج مع بعض شيوخ مكة إلى الشام، ورافقه في هذه الرحلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما صغيرا. فلما مر في الطريق، طريق الشام هو طريق معروف يسلكه الناس ويعرفون من سيمرون بمن وسيشاهدونه، فلما مروا واقتربوا من بلاد الشام فإذا ببحيرة الطاهر، وبحيرة على رواية الزهري أنه حبر من أحبار يهود تيماء، لكن ابن كثير رد هذا والقول هو قول ابن كثير أنه راهب نصراني يدل عليه سياق الحدث الذي سنقوله، وإلا فإن الزهري يرى أنه من أحبار يهود من يهود تيماء. لما اقترب أبو طالب ومعه مجموعة من رجالات قريش برفقة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام الذي كان يرافقه، فإذا ببحيرة الراهب يستقبلهم على غير العادة. بحيرة الراهب كان رجلا معتزا بنفسه، رجل دين له قيمته، الناس يأتون إليه في صومعته ولا ينزل أحد، لكن الأمر كان مستغربا أن بحيرة الراهب هو ينزل ويستقبل الوفد، فقال أبو طالب مرحبا به مرحبا بك يا بحيرة، فإذا ببحيرة وبحركة سريعة يمسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الغلام سيد العالمين وهو نبي هذه الأمة، وقد بعثه أو سيبعثه الله رحمة للناس كافة. بحيرة يقول هذا الكلام، أبو طالب والذين معه تفاجؤوا من هذا الكلام، فقالوا سريعا وما أعلمك، ما
تقسم مثل هذه الأوصاف؟ قال أيضا فلما نزلتم من العقبة، العقبة هو المكان المرتفع، فإذا بالشجر والحجر يسجدان. وقد علم في قلوبنا أن الشجر والحجر لا يسجدان إلا لله. وما هذا الكلام إلا لأنه وإني أعلمكم بخاتم الذي تحدث عنه الناس، وفعلا رأى خاتم النبوة على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في الجهة اليسرى. ثم قام بحيرة أخذ يعد الطعام لهذا الوفد إكراما لهذا الغلام، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام يرعى الإبل طالما أنه قد مكث في هذا المكان. لما أتى بحيرة وقد أعد طعامه، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعد يرعى الإبل، فقال انظروا إلى الغمامة تضلني. كانت السحابة تضل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي حتى تقيم حرارة الشمس. كان قوم أبو طالب ومن كان معه وبحيرة كانوا قد جلسوا تحت ظل شجرة تحت في هذه الشجرة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا الغلام فإذا بالظل يتحول إليه، وبحيرة يقف متعجبا ويعلق على هذا الحدث. وانظروا إلى الفيل إلى الظل كيف ذهب إلى هذا الغلام ليضله، وأنتم تحت الشمس قد رجعتم مرة أخرى. ثم أخذ بحيرة يسأل من كثير، من كثير هذا الغلام؟ هو جاء معنا فأشاروا إلى هذا. فقال بحيرة قال أنشدك الله ألا تذهب به إلى الشام، فإنهم إذا رأوه فإنهم سيعرفونه وسيقولون أنشدك الله ألا تذهب به إلى الشام. وبينما بحيرة يقنع أبا طالب فإذا بعدد من جنود الروم قد أقبلوا وأتوا إلى المجموعة الخمسة. فقال بحيرة من أنتم؟ قالوا نحن جند من الروم، بلغنا أن نبيا سيخرج هذا الشهر، وإننا قد توزعنا في جميع القرقان نريد أن نصل إليه، ونحن جنا هذا يريدون قتله. فقال بحيرة يسأله قال هل خلفتم وراءكم من هو خير منكم؟ قال إنما نحن جئنا من هذا نحن فقط. فقال بحيرة قال أرأيت لو أن الله أرسله نبيا أحاميه منكم يعصمه منكم، هل تريدون هل ستقتلونه؟ هل الله عز وجل سيمكنه؟ قال نعم إن الله سيمكنه ولنا نستطيع. فبدأ يحكم عقوله قال أما وقد علمتم بأنه نبي وإن الله سيحفظه إذا لن تنالوا الرسول. فقال لهم بحيرة آمنوا به واتبعوه، وفعلا أعلنوا أنهم سيؤمنون بهذا النبي، ومكثوا هذه ومكثت هذه المجموعة عند بحيرة يترقبون خروج هذا النبي. أبو طالب اقتنع بهذا الكلام فقام وعاد النبي عليه الصلاة والسلام وكان غلاما إلى كم سنة عشرة أعاده. قيل في الروايات وهذا الذي أدى إلى نوع من التشكيك في صحة بعض الروايات، طبعا هذا حديث بحيرة، هناك من علماء الإسلام كابن حجر وكابن كثير والشيخ الألباني من علماء المعاصرين يرون صحته، وهناك من العلماء من يضعفها وسوف يبين لماذا يضعف هذا الرواية. الشاهد قام أبو طالب وأرجع النبي عليه الصلاة والسلام برفقة أبي بكر، وكانت هذه إشكالية أن أبا بكر كان يصغر النبي عليه الصلاه والسلام سنا، كان اصغر منه بسنتين، ايعقل ان يذهب النبي عليه الصلاه والسلام مع غلام يصغره الى مكه؟ كان هذا من ضمن بعض الامور التشكيكيه التي شككت في الروايه، وان كنا من الممكن ان نقول ان اصل القصه صحيح، لكن فيها ما فيها من دخول بعض الروايات التي قد نقول بانها ضعيفه. عاد النبي عليه الصلاه والسلام ومكث في مكة، وأبو طالب استمر وذهب إلى الشام، ثم بعد ذلك عاد. كان الإشكال عند بعض أهل العلم يقولون لو كانت هذه القصة ثابتة لنا
تفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام بجبريل في غار حراء، ولما ذهب إلى خديجة ترتعد فرائسه خائفا وجلا، وجبريل يقول له اقرأ. لعرف في الوهلة الأولى أنه نبي وأنه رسول، وخاصة أن بحيرة قد حكى له في ذات الوقت أنه سيكون نبيا وهو غلام يعني الكلام. الأكثر منها لو كانت هذه الرواية بتفصيلاتها صحيحة، يعني قصة شهيرة للغاية، لآمن أبو طالب بلا تردد، ونحن نعلم أن أبو طالب ما تردد. كان يكفي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له يا عم أذكر ما قاله بحيرة حينما وصفني بأنني نبي وأنني رسول، ها أنا الآن قد أوحي إليه فآمن به. لما تردد أبو طالب. ولذا هذا النبي الذين ضعفوا هذه القصة بالرغم من شهرتها أثاروا مثل هذه المسألة، مثل هذه القضايا، وحق لهم أن يثيروا مثل هذه المسألة. وإن كل كما قلت أنا ابن كثير ولا ابن حجر الشيخ الألباني المعاصرين يرون صحة القصة. عاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام وبدأ يعمل برعي الأغنام، ورعي الأغنام تحدثنا عنه لما كان في ديار بني سعد، وبدأ بالرعي في سن رابعة، فكان يرعى الأغنام على قرابيط أهل مكة. هو تحدث عن نفسه أنه يعطونه جزءا من الدنانير والدراهم ثم يرعى أغنامه وما إلى ذلك. وفي الحقيقة الله عز وجل قد صنع نبيه على علمه، هو يعده، فهذا نسميها مرحلة الإعداد، أن يبدأ برعي الغنم ويربيه على القيادة، يربيه على السيطرة على القطيع. والأغنام من أكثر الحيوانات تثبتا، أكثر من الإبل والبقر، وتجد أنها كائنة ضعيفة منفردة تحتاج منك أو تنمي فيك روح الشفقة عليها، تعطيك جانب أنك تحميها من السباب، تحميها من السراق وغيرها، فيعطيك أجواء نفسية أنك تستطيع أن تقود هذا القطيع بكل دقة، يعطيك أنك ستدافع عنه وتنافه، يعطيك روح أن تدافع عن المظلوم والمتمثل بهذه الأغنام، فينشأ هذا الصبي محبا لهذه الأغنام مدافعا عنها ومدافعا. إذا ضع الأغنام ثم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واضحا أن جميع الأنبياء قد رأوا، كلهم مروا بهذه الدورة التدريبية والتي تفيده في مستقبله. عاش النبي عليه الصلاة والسلام تلك الفترة وتلك الحقبة يرعى الأغنام، حتى مرت بعض الحوادث في عهد أبي طالب أو حينما كان في كنف أبي طالب. من ذلك حرب الفجار، حرب الفجار بعضهم يقول حرب الفجار وهذا نقول خطأ، فجار على وزن قتال، حرب الفجار. وسميت بهذه الاسم لأن القتال كان في الأشهر الحر، وكانت العرب لا يمكن أن تقاتل في أشهر الحر، فإذا ما كان هناك قتال قد جرى يسمون مثل هذه التسميات الغريبة. هي حرب جرت بين قريش وكلاب من جهة وقيس وأحلافها من جهة أخرى، جرت بينهم هذه الحرب. في البداية كان الانتصار لقبيلة قيس، فلما كان في آخر النهار انتصر قريش على قيس. ما دور النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 15 سنة، وقيل 20 سنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لو قلنا للسن 15 سنة كان هو الذي يجهز النبل لأعمامه، النبل الأقواس كان يعدها النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمها لأعمامه وهم يرمون بها، إذا كان مشاركا في هذه الحرب. هذه حادثة عاش النبي عليه الصلاة والسلام. حادثة أخرى ما يعرف بحلف الفضول، حلف الفضول، وهذا حلف مهم، وتجد انه دائما يستدل به في وقت المعاصر. ما قصته؟ اتى رجل من اليمن وكان تاجرا فدخل مكه ببضاعته، ثم قدم بضاعته لرجل من قريش عظيم اسمه العاص بن وائل، العاص ووائل عمرو بن العاص المسلم الشهير. فقدم هذا الرجل اليمني بضاعته للعاص بن وائل فاخذها ورفض ان يدفع له الثمن، رفض ان يعطيه ثمن هذه البضاعه. حاول هذا الرجل اليمني
فقام هذا الرجل يمشي وأخذ يحث أحلافه، أحلاف قبيلته وهو زبيد، أخذ يحث بني عبد الدار وبني سهم وبني مخزوم من حضور قريش، يذكرهم أنهم أحلاف لقبيلته في اليمن، حتى يقوم ويأخذ أموالا من العاص بن وائل ثمن بضاعته، رفضوا أن يستجيبوا له وقالوا لن ننصرك على العاص. الرجل شعر بالضيق وشعر بالذل، وهو يرى أن بضائعه التي تعب من أجل أن يجلبها لمكة هي تضيع أمام عينيه، وحقه يسلب، وما استطاع أن يسترد لا البضاعة ولا أن يأخذ ثمنها. فلما كان في صبيحة يوم بعدها بيوم أو يومين صعد فوق جبل أبي قريس، وللتو قد طلعت الشمس وقريش بجوار الكعبة بكت، فأخذ يصرخ الرجل بأبيات شهيرة يصرخ عن الظل الذي وقع له بجوار بيته، وقال أبيات عظيمة هز فيها من كان يعنى بالأدب العربي، فقال أبيات يتحدث عن الظلم الذي وقع له. من سمعه؟ سمعه الزبير بن عبد المطلب، وهو شقيق أبي طالب، أخو أبي طالب ابن عبد المطلب. فقال الزبير وقد تفاجأ، ما يقول هذا الرجل؟ ما كان لنا أن نتركه، يعني كيف تترك الرجل يغني؟ فقام الزبير وقام مجموعة واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان هذه الشخصية ستأتي كثيرا، شوف بالرغم أنه لم يسلم، ما تمنيت من قراءة للسيرة أن يسلم إنسان كما تمنيت لو أسلم عبد الله بن جدعان، لكن سبحان الله ما كتب له مسلم، لأنه سجل مواقف عظيمة ستأتي له قبل أن تبكي. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، من اجتمع؟ بني هاشم وبني زهرة وبني تيم من بطون قريش، فتعاهدوا فيما بينهم على نصرة المظلوم، وأن لا يسمح للظلم أن يقع بمكة، وأن يتحركوا إذا ما استجار بهم أهلهم ليحكي عن ظلم قد وقع عليه أن يتحركوا جميعا. طبعا سمي بالفضول لأنه عبارة عن فضل في أمر، كما يقول بعض أهل العلم بأن هذا الأمر فيه فضل، وقيل هذا رأي فيه من القوة، قال الذين تنادوا لهذا التجمع ثلاثة أشخاص كلهم يسمون بالفضل، الفضل بن فلان والفضل بن فلان، كلهم يحملون اسم الفضل، فسمي بالفضول بالفضول. فالشاهد أن هذا التجمع الذي جرى في دار عبد الله بن جدعان بعدها انطلقت قريش، فلا تسمع لمظلوم يبث شكاته أو يحكي أنه معاني من جور وما إلى ذلك، فكان هناك النصرة التي حدثت بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بعث كان يتحدث عن الفضول كثيرا، حتى قال لو أنني دعيت إليه لأجبت، وهذه مسألة كان يكثر الحوار حولها، وهي قضية الآن حينما يعيش بعض المسلمين في مجتمعات كافرة، وتكون هناك بعض التجمعات، بعض المحاكم، بعض الهيئات التي ممكن أن تسترد حقوقك، هل يمكن لك أن تدخل في مثل هذه الأشياء أم لا؟ هل يمكنك مثلا أن تطالب بحقك؟ هل تكون في مجتمعات أصلا ليست مسلمة؟ ليست مسلمة، وهل حينما تدخل أنك تكون تحت حكم كافر وأنت ترتضي هذا الأمر؟ فتجد أن بعضهم يقول نتيجة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما أثنى على حب الفضول هذا وقال دعيت له في الإسلام لأجبت، من الذي سيدعوه؟ هل سيدعوه المسلمون أم لا؟ سيدعوه غير المسلمين، لأجاب. ولذا تجد أن حب الفضول هي قضية معاصرة يتحدث عنها كثيرا. بعد ذلك أحبتي بدأت اللحظة الحساسة حينما بدأ يتعرف على خديجة رضي الله عنها، كيف تعرف عليها؟ كيف تزوجها؟ لم يسألها